مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد مع شرح جديد. سوف أشرح لكم كيفية تقوم بجعل نفسك نسختين. مثلا أنا سوف أتحدث مع نفسي وأقوم بعمل مونتاج لهم. مثلا أنا هنا وأنا هنا، سوف أقوم بتصوير لقطتين وأقوم بدمجهما في لقطة واحدة. هذا ما سوف أقوم بشرحه باستخدام برنامج سوني فيغاس. وأود أن أخبركم قبل تصوير اللقطتين، يجب ألا حينما تضعون الهاتف أو الكاميرا لا يتحرك، يجب أن تكون الكاميرا ثابتة إلى تصوير تلك اللقطتين معا. والإضاءة، إضاءة الشمس، فيجب تصوير اللقطتين بسرعة قبل تغير الجو كي لا تكون لقطة يوجد بها الضوء ولقطة مظلمة. المهم ابقوا مع الشرح. كما ترون هذه هي واجهة سوني فيغاس. سوف نقوم بسحب الفيديو للأسفل، وهنا سوف نبحث عن اللقطتين. كما ترون مثلا هنا توجد اللقطة التي أريد، أقوم بالقص، ضغط على إس، حرف إس من الكيبورد، ونقوم بحذف ما قبل، ومثلا إلى هنا قبل أن أظهر، سوف أضغط إس لتقسيم، ثم أذهب للقطة الأخرى. كما ترون هذه هي، أقوم بالتقطيع، حذف، أقوم بتنسى أحذف الصوت، أضع فقط لقطتين، لقطة في الفوق ولقطة في الأسفل كما ترون. الآن ماذا سنفعل؟ سوف نقوم بالضغط على هذه الأيقونة هنا. كما ترون هذا هو الفيديو النصف الأول. نأتي ونسحب هذا البداية، نقوم بالتعليم فوق ماسك هنا، ثم نضغط على هذه الأداة كما ترون، ونقوم بالتقطيع هكذا. كما ترون الآن قمت بالتقطيع هنا، كما ترون قمت بالتقطيع، وهنا أرى أن الضوء هنا ليس مثل الضوء في اللقطة الأخرى. سوف أقوم بعمل دمج بينهما، أقوم بالضغط على أوت، من ثم أقوم ب كما ترون إن قمت بالزيادة سوف يقوم بالأخذ من اللقطة الأخرى، فقط أقوم بعمل نعومة ببطء كذا، ثم أوكي. كما ترون هذه هي اللقطة. يوجد بطء في البرنامج لأنني أقوم بالتصوير والمونتاج والحاسوب بطيء شيئا ما. المهم كان هذا هو الشرح، أتمنى أن يعجبكم. إن أردتم أن أقوم بشرحي على برنامج آخر لا تنسوا كتابته في التعليقات. أتمنى أن تعجبكم الحلقة.